سلام لي بيولوجيست، جيسباك فوز علي بيان، ان شاء الله تكونوا اون بون سونتي. مرحبا بكم في لابارتي 5 تاع لو موديول تاعنا جينيتيك، واللي راح نديرو فيه دوكا لي ترافو دو واتسون اي كريك. دونك ابخي لي ترافو تاع شارغاف اللي نديرو في سنة 1950، جا عندنا دو سيانتيفيك واحد اخرين، واحد اسمه واتسون وواحد اخر اسمه كريك. سنة 1953 كملوا الخدمة على واش دار شارغاف. شارغاف واش كان يدير؟ كان يقدر يحسب، ولا قدر يحسب الخصائص تاع لاديان تاعنا، ولا تاع لا موليكول لاديان تاعنا. باغ كونطخ واتسون كريك قدروا يستنتجوا اون كيما نقولوا، ولا قدروا يديروا ان شيما اون 3 دي لا موليكول لاديان تاعنا كيفاش دايره. دونك بالتالي واش ولا عندنا؟ ندير لكم ستيلو باش تفهموني وتبعوني بيان. قال لك اون تونون كونت دي ترافو بريسيدونت اي دي دوني سويفونت. دونك استعملوا لي ترافو دو شار لي ترافو وي لي ترافو دو شارغاف و لي دوني المجيين اللي خرج بهم شارغاف، كو لا كومبوزيسيون شيميك تاع لا دي ان الي كونستيتوي دو ولا دان سوكر بلوس اون باز ازوتي بلوس ان فوسفات. هذه كانوا يعرفوها ديجا، بناو عليها برك، معناتها رتبوا هذه المعلومات وخدموه على شكل ثلاثي الابعاد. دونك هما كانوا يعرفوا بلي لا دي ان مكون من سكر فوسفات السكر وباز ازوتي وفوسفات، مي باغ كونطخ ما راهمش قادرين يديروا تصور، لا ما راهمش قادرين يرسموه. دونك واتسون لي كريك داروه لنا سو فورم دو دون دون فوتو هكا 3 دي. دونك لي ترافو دو شارغاف سور لو كونتوني دو باز كو ا اي ايغال ا تي و سي اي ايغال ا جي. دونك على اساس هاد لي باز اللي كانوا يعرفوهم ديجا خرجوا لنا واتسون لي كريك بهاد القوانين ولا بهاد المعلومات القيمة على لا دي ان تاعنا وقدروا يديسينيوه. واتسون اكريك خلاص كومبرون اونفان كو، دونك واتسون اكريك فهموا في الاخير انه لا دي ان عنده الخصائص التالية. لا دي ان اي كومبوزي دو دو بران ايدونتيك انغولي لان اوتور دو لاتر. دونك واش فهموا واتسون اكريك؟ فهموا باللي انه لا دي ان مكون من سلسلتين. الادين من واش مكون؟ من سلسلتين من كيما نقولوا من سلسلتين، هايليك هايليك دو بران ايدونتيك متماثلين 100% اونتوري لان اوتور دو لوتر، حائطه ولا مدوره وحده على الاخرى. تري بيان صح. واش زادوا عرفوا لنا؟ لي دو بران سون لو روفلي لان دو لوتر. وش معناتها لو غوفلي؟ لو غوفلي معناتها شغل ظل ولا انعكاس، معناتها هاد لو بران الي كومبليمونتير ومعكوس على هاد لو بران، لاخاطرش اصلا هما راهم متكاملين. لي باز سون اسوسيي باغ بير، دونك لي باز ازوتي هادوما اللي كان على بالنا بلي اكزيستيو برك. واتسون كريك قال لك هادوما لي باز متجمعين على شكل ازواج، خلاص حب يقول دائما لي باز بيوريك يرتبطوا مع لي باز بيريميديك. حب يقول توجور الا يرتبط مع التي، ما يرتبطش مع حاجه واحده اخرى، وتوجور السي يرتبط مع الجي. تري تري بيان. قال لك لي دو بران سون كومبليمونتير اي اونتي باراليل. قال لك لي دو بران السلسلتين متكاملتين ومتعاكستين، بحيث الطروا بخيم تاع هذه يقابلوا 5 بخيم تاع هذه، و 5 بخيم تاع هذه يقابلوا طروا بخيم تاع هذه. صح. لا ديرنيير انفورماسيون قال لك بلي لوردر دو سي باز لو لون دو لا موليكول دي ان ديفيني لانفورماسيون جينيتيك او لو كود جينيتيك. قال لك ترتيب هذه القواعد الازوتيه وترتيب هذا الاشكال ولا هذا الشكل تاع لونسومبل تاع السكر والباز ازوتي والفوسفات، قال لك هو ما يمد لنا المعلومه الوراثيه، ولا هو ما يمد لنا الصفات الوراثيه، وهو ما يسمى بلو كود جينيتيك. بلو كود جينيتيك ولا ما يسمى بالعربيه بالتشفير الوراثي، ما يسمى بالعربية بالتشفير الوراثي. دونك هادو هما لي ترافو تاع واتسون كريك، واش خرجوا لنا
العفايس اللي خرجونا بهم في لافان. ها وليك قال لك بلي لا ستركتور سكوندير دو لادين سي لو موديل دو واتسون اكري سنه 1953. هاد العفايس كانوا يعرفوهم ديجا، مي واتسون وكريك داروا لك ان موديل، معناتها قدروا يديسينيوه كي راحوا يبريزونتيو البحث تاعهم، قالوا بلي هاوليك لا موليك دادين كيفاش دايره، وهاوليك ترتيب القواعد الازوتيه وشكلها الكيميائي كيفاش داير. شوفوا لي فوسفات كيفاش راهم، شوفوا لي سكر كيفاش راهم، وشوفوا القواعد الازوتيه كيفاش راهم مرتبطين. اون باز بيريك مع باز بيريميديك، ودائما الا مع تي تربط بدوبل ليزون هيدروجين، ودائما الجي مع سي تربط ثلاثة لي ليزون هيدروجين. سي فغي كو راني نعاود، مي ديروا في بالكم بلي هادو ما لازم يتحفظوا. والله 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 غير كاين عباد غير يسقسيوهم على هاد العفايس والله ما يعرفوهم. كاين عباد يطيح لهم دي زيكزيرسيس على هاد العفايس والله ما يعرفوا يحلوهم. دوك تشوفوا تي دي، كاين عباد يطيح لهم فغي وفو على هاد العفايس البات ويغلطوا فيهم، وعلى عفسات جايحه تروح لهم الفغي هذيك ولا الفو هذيك وتروح لهم لا كيستيون، وزدت تدي معاها كيستيوني موراها. راح اكو رايحين تشوفوا في تي دي اون فيرسيون تاع العفايس هذوما اللي اكو تقولوا في راسكم زعما جايحين، وتشوفوهم سو فورم دان كيما نقولوا دان كوسيم، وديروا فغي وفو اكسيتيرا في لو تي دي، وتشوفوا باللي ما راهمش صح ديفيسيل، ولكن يضيعوا فيهم لي زيتيديون نقاطي. دونك ردوا بالكم ليهم سيل فو بلي. وش بيه لايغان؟ لايغان ولا لاسيد ريبو نوكليك، دونك لا دي ان اسمه لاسيد ديزوكسي ريبو نوكليك، باغ كونتخ لايغان اسمه لاسيد ريبو نوكليك ياخ. إلي كوم لا دي ان، معناتها نفس البنيه تاع لا دي ان، برك هذا إلي دوبل بران، لايغان إلي مونوكاتينير، معناتها متكون من بغا واحد سلسلة واحدة. est un polymère formé de l'enchaînement de l'unité appelée nucléotide. Donc l'ADN ou l'ARN في زوج متكونين من سلسلة من النوكليوتيدات المترابطة فيما بيناتهم. خلاص؟ le pentose et le ribose et les bases azotées sont l'adénine, le guanine, cytosine ou l'uracile. قال لك برك لي باز ازوتي في بلاصه التيمين عنده يوراسيل، والباقي تاع لي باز نفسهم فيه سكر ثاني، وفيه اللي هو الغيبوز، وفيه اون باز ازوتي ولا قاعده ازوتيه اللي هي راح تكون سو سوا ا ولا جي ولا سي ولا اي. فوالا هاوليك لايغان تاعنا واش فيه. دوكا نروحو لنوسيون واحد اخرى اللي هما لي بروبريتي فيزيكو شيميك دو لادين. لي بروبريتي فيزيكو شيميك دو لادين، دونك وشنو هما لي بروبريتي؟ معناتها الخصائص الفيزيائيه والكيميائيه لجزيئه الادين. سيل فو بلي قادر تطيح لكم كيستيون في تي دي، دوني لي بروبريتي فيزيكو شيميك ولا كيل سون لي بروبريتي فيزيكو شيميك دو لادين ولا دو لا موليكول دادين. دونك راح تسميو لها خمسه لي بروبريتي، باردون اربعه. عندك لا كونسونتراسيون سيلولير، عندك لا ستابيليتي ميتابوليك، عندك لا سونسيبيليتي او زولترا فيولي، وعندك لا سونسيبيليتي دو لا تمبيراتور. دوك نروحو نعرفو شاك تيتر من هاد لي تيتر واش راهو حابين. صح، هيا نخمو في الاولى لا كونسونتراسيون سيلولير، التركيز داخل الخليه. علاش لاديان عنده تركيز داخل الخليه؟ اي با وي، معناتها عنده شاك سيلول عندها كونتيتي، ولا شاك اتر فيفون لي سيلول تاعو عندها كونتيتي معتبره من لاديان. ماشي سيلول بار اكزومبل عندها كونتيتي مثلا نوزنوها بالجرام، مثلا انا نعطيكم اكزومبل، هذا الاكزومبل خاطئ 100%، انا نعطيكم باش تفهموا. مثلا هاد لا سيلول فيها 2 غرام تاع لا دي ان، كي نقولوا لا كونتيتي يا باش تفهموني. مثلا هاد لا سيلول في جسم الانسان فيها 2 غرام تاع لا دي ان، تلقاو سيلول وحده اخرى تاع القلب فيها 5 غرام، ما كانت تكزيسيش هاد الحبسه، امبوسيبل من سابع المستحيلات. دونك شاك واسمو شاك سيلول في اون اسبيس عندها اون كونتيتي سيلولير كونستانت. هيا نشوفوا واش قالوا لنا اذا جبناها صحيحه ولا لا. لا شي لي زيكاريوت ولا عند حقيقيات النواه، لو نوبغ كروموزوميك اي كاركتيريستيك دو لاسبيس. قال لك عدد الكروموزومات عند لي زيكاريوت هو عدد محفوظ، عند الانسان عنده 42 كروموزوم بلس اكس ايغريك يساوي باردون عنده 44 كروموزوم يبقى 44.
عنده 46 معناتها 44 زائد اكس ايغريك اللي هما الزوج الجنسي يبقى 46. تروح في نيمبورت كيل سيلول تاع الشعر تاع الجلد تاع القلب، تدخل داخلها وتحسب لا كونتيتي دادين، تلقاها نفسها محفوظة. معناتها عند الإنسان عندك لا كونتيتي دادين 46 كروموزوم، ولا تقول 2 نون، سي اون كونتيتي كونستانت. معناتها ما تروحش عند إنسان واحد آخر تلقاها 3 نون ولا 4 ولا بون. كاين دي زانومالي، مي هذوك عباره عن امراض وراثيه خلاص، كيما باغ اكزومبل لا تريزومي والدنيا، هذوك ما نهضروش عليهم، هذوك سي دي ميوتاسيون، هذوك امراض والحالات الشاذه لا يقاس عليها. صح، واش قال لك؟ دون لي سيلول ابلويد، معناتها الخلايا اللي جايين ولا كميه الكروموزومات ولا كميه الاديان فيها نون، خلاص شي لي زابلويد عندهم نون ولا ان، لا كونتيتي داديان خلاص la quantité d'ADN représente la moitié de la quantité contenue dans la cellule diploïde اللي هي 2N. دونك عند الانسان la quantité d'ADN كاينه une possibilité que تكون 2N، معناتها عند la cellule somatique، وكاينه une possibilité que تكون N كيما عند la cellule sexuelle par exemple spermatozoïde ولا ovule. خلاص معناتها بصح لا كونتيتي داديان محفوظه، عندك كونتيتي باينه، عندك لي سيلول سيكسويل يتحدوا، هذيك نون هذيك نون يتحدوا يولوا تنين نون، تبقى الحياه تاع الجنين ولا تبقى الحياه تاع الوسمو تنين نون تنين نون تنين نون، ابخي هذوك تنين نون يزيدوا ينقسموا يولوا نون نون، يزيدوا يعاودوا يندمجوا اكسيتيرا، وتبقى الحياه ولا تبقى لا كونتيتي داديان محفوظه في اغلب جسم ليسبيس. بون هنا رانا نهضروا على ليتر فيفون، على ليتر هومان، دونك في غالبية الأوقات تبقى تنين نون. إذا هي اون كونتيتي سيلولير من لاديان الي كونستانت، دونك محفوظة لا تتغير. صح، لا ستابيليتي ميتابوليك، واش معناتها لا ستابيليتي ميتابوليك؟ حب يقول كو لاديان غيست ستابل بوندون لو سيكل سيلولير، معناتها السلسلتين من لاديان كسوسوا لا سيلول راهي دير في عمليه انقسام ما راهيش دير في عمليه انقسام، لاديان يبقى محافظ على هيئته هذيك تاع الدوبل بغا. دونك لونسومبل تاع لاديان وليزيستون هو اللي يتبدل ما بين كروماتين وكروموزوم، باغ كونتخ لا دوبل اليس تاع لاديان تبقى نفسها. دونك هذه هي واش معناتها لا ستابيليتي ميتابوليك. دونك قال لك لو سيكل سيلولير الوغ كيليا ديغراداسيون او سينتيز دي زوتر سوبستانس، معناتها تبقى ثابته ما وتكون ديغراداسيون ولا سينتيز تاع دي سوبستانس واحد اخرين كو سوا بروتيين ولا دي سوكر ولا دي ليبيد. دونك يتحل ولا سلسله الاديان تتحل غير في بلايص صغار معينه فقط، عندما تكون راح تصرى اون سينتيز تاع بروتيين ولا سكر ولا تاع ليبيد ولا اكسيتيرا. باغ كونتخ لا ستابيليتي ميتابوليك تاع الاديان محفوظه ما تتغيرش. خلاص لاديان تاني لازم نعرفوا باللي الي سونسيبل اوز اولترا فيولي، سي بور سا المراه كي تكون راح تولد ما يديرولهاش لي راديو، بلوتو كي تكون اونسانت تقدروا تقولوا ما يديرولهاش الراديو. علاش؟ راديو سي 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 كيما نقولوا اشعه، وهذوك الاشعه قادرين يديروا لها اون التيغاسيون او نيفو دو لاديان ديالها، قادرين يديروا لها ولا لو بيبي تاعها قادرين يخلقوا لها دي زانومالي، دونك البيبي تاعها يخرج مشوه ولا يخرج فيه عيوب خلقيه من تشوه لاديان تاعو. دونك نتوما سي سيغ كو لاديان هو الحامل للمعلومه الوراثيه، والمعلومه الوراثيه وشنوها؟ هي عباره عن صفات وراثيه، والصفات الوراثيه واش يصرى لهم؟ يصرى لهم ترجمه الى صفات ظاهريه. دونك نتوما الى الصفات الوراثيه ولا المعلومات الوراثيه تشوهت، سي سيغ كو الصفات الظاهريه راح تتشوه. دونك هذه هي الخدمه تاع الالترا فيولي، حبيتوا تشوهوا اديان، حبيتوا تكسروه، حبيتوا ديروا فيه ديكا، حبيتوا ديروا فيه اندوماجمون، استخدموا عليه لي زولترا فيولي ولا لي غيون اكس ولا المهم استخدموا عليه اشعه. دونك نقولوا بلي الاديان اي لي سونسيبل، لي باز دو الاديان ابسورب فورتمون لا لوميير، لي باز تاع لي باز ازوتي هذوك يابسوربيو بزاف الضوء، يابسوربيو بزاف لا لوميير اولترا فيولي. خلاص الاشعه ما فوق البنفسجيه يابسوربيوها بزاف، ا 260 نانومتر ماكسيموم دابسوربسيون. قال لك لي غادياسيون بوف انتريني دي كوز ولا دي كاسور باردون، تقدر تسبب لك دي زوندوماجمون ولا تقدر تكسر لك في السلسله تاعك تاع الاديان، اي دونك دير لك ديغا. خلاص لوريجين دو ميوتاسيون، دونك هذا هو الاصل مين يجيو
لي ميوتاسيون مين يجيو الاختلالات الوراثيه ولا الاعتلالات الوراثيه. دونك الديرني بوان سي لا سونسيبيليتي على لا تمبيراتور. لازم ديروا في بالكم باللي الادان حساس للحراره، وكان يكون عندكم ان ادان مخبريا وتخرجوه تعليو له الحراره راح يتكسر معاكم اوتوماتيكمون. خلاص صح. قال لك لو شوفاج بروغريسيف اتيان لا تمبيراتور دو فيزيون انترين la dénaturation معناتها تفكك، معناتها الحرارة المرتفعة تولد لك تفكك في الأدين، تولد لك وشنو تفكك في الأدين. خلاص par rupture des liaisons hydrogène. انتم على بالكم هاي سلسلة الأدين، انتم على بالكم باللي هنا كاين دي ليازون في الوسط، هنا كاين دي ليازون، دونك لا شاليور واش دير لك تكسر لك هاد لي ليازون هيدروجين. اي دونك شاك كيما نقولوا شاك اليس من لي زيليس تاع لاديان يروحوا في جهه. اي دونك ما توليش عندنا لا فورم ولا ما توليش عندنا لا ستابيليتي ميتابوليك تاع لاديان. وين لحقنا سيبارا باش تصرا لنا سيباراسيون تاع لي دو بران. لو ريفرويديسمون دونك هنا لو شوفاج يكسر لك الروابط الهيدروجينيه. باغ كونتخ لو ريفرويديسمون يعني التبريد خلاص بروغريسيف بيرمي لا رناتوراسيون. حبي يقول هنايا كي نسخنوا ويتكسروا الروابط الهيدروجينيه وكنعاودوا نقصوا درجه الحراره يقدروا يعاودوا يتخلقوا هذوك الروابط الهيدروجينيه وبالتالي نولي نسميوها رناتوراسيون. حبي يقول اعاده تشكل الروابط ما بين السلاسل ولا ما بين السلسلتين اللي تفككوا. خلاص او لو ريتابليسمون دي ليزون هيدروجين دو لا دوبل هيليس، تعاود تخلق لا دوبل هيليس من دارا وجديد. دونك فوالا جو بريفير كون نحبس لكم هنا باش ما تجيكمش لا فيديو طويله ومام نتوما باش ما تكرهوش وتحسوا كو راكو تافونسيو في لو كور تاعكم. دونك واش يبقى لنا نقول لكم برك واش راهو باقي لنا كوم انفورماسيون. راح يبقى لنا لا ريبليكاسيون تاع لا دي ان، راح يبقى لنا الميكانيزم دو ريبليكاسيون دا دي ان كيفاش يصرى، راح يبقى لو ميكانيزم دو ريبليكاسيون عند لي بروكاريوت، وهنايا لا ريبليكاسيون دو لا دي ان اي دي زونزيم واش كما نقولوا واش نصيبو واش راح نقراو فيهم، يعني نقراو عند لي بروكاريوت نقراو عند لي زوكاريوت. راح نشوفو لي زيتاب تاع الميكانيزم تاع الريبليكاسيون، راح نشوفو لا فورش دو ريبليكاسيون، راح نشوفو ان شيما جلوبال، وراح نشوفو لا ريبليكاسيون دو لا دي ان شي لي زوكاريوت. عندنا حنا نقراو لا ريبليكاسيون عند لي بروكاريوت، لا ريبليكاسيون عند لي زوكاريوت، ونشوفو دي شيما لي لازم علينا اننا نحفظوهم. ابري في لا فان قلت لكم دائما باللي راني نوعدكم بفيديو دي فيديو انيماسيون. دونك افورس كو نحطوا حاجه ولا افورس كو نحطوا اون نوسيون، افورس كو نحط لكم معاها الانيماسيون تاعها باش هكذا ما تتلف لكمش. دونك فوالا سي لا فان دو لا فيديو. سي فو زافي ايمي لا فيديو فوالا سي لا فان دو لا فيديو. ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنساوش تخلوني شويه كلمه طيبه، حتى الهضره تلفت لي، خليوا لي كلمه طيبه باش نقدر نكمل لكم لي فيديو بيان شور فضلا وليس أمرا. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et partager avec vos amis. Et salam!